المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير نحييكم من الفضائية الإريترية ونقدم لكم نشرة أخبار هذا المساء، وتتضمن أخبار داخلية وخارجية كالمعتاد، وأيضا أخبار عن بطولة السكافة للشباب. متابعة طيبة نتمناها لكم. حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر تتفقد الأراضي الزراعية بمديرية شعب. المواطنون القادمون من هولندا يشيدون بجهود قوات الدفاع الإريترية. الحكومة السودانية تحذر المنظمات الإنسانية من مغبة التدخل في الشؤون الداخلية. وكوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية تجاه جارتها الجنوبية. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة سجريدا والدقرقيس المهنيين الزراعيين للعب الدور المنوط بهم لحل الإشكاليات والتحديات التي تواجه المزارعين لتحسين حياتهم المعيشية ولزيادة الإنتاجية ولتحقيق الأمن الغذائي، وذلك خلال الزيارة التي قامت بها لمديرية شعب. ونوهت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر أثناء تفقدها القناة الفيضية المتفرعة من واديي لابا وماي أولي التي جرفت السيول جزءا منها، نوهت إلى ضرورة الاستعداد اللازم والمنسق لإنفاذ البرامج الموضوعة حيال ذلك. إلى ذلك، وبعد أن أشارت السيدة زغريدا والدقرقيس إلى الجهود المبذولة للاستفادة من المياه المتساقطة من المناطق الشاهقة في العملية الزراعية، دعت إلى الحفاظ على المياه والتربة بصورة فعالة في المساحات التي تروى بمياه الأمطار الموسمية. المزارع محمد آدم حليب، وبعد أن أكد افتقار العديد من المزارع إلى المياه بسبب انجراف بعض أجزاء وادي ماي أولي، ثمن المساعي التي قام بها المزارعون لصيانة الجروف والقنوات الفيضية، كما طلب بتوفير الآليات الزراعية لمعالجة الأراضي الزراعية التي تضررت بسبب السيول. هذا وعقب تفقدها مزارع النخيل المزروعة في مساحة تقدر به هكتارين، أشادت بما يقوم به المزارعون وشجعتهم لمزيد من الإنتاجية. أشاد الإريتريون المقيمون في هولندا بالإسهامات الوطنية المقدرة التي يقوم بها أفراد قوات الدفاع الإريترية في حماية السيادة الوطنية وتنمية البلاد. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المواطنون لأفراد قوات الدفاع الإريترية بالقيادة الشرقية المنتشرين حتى عصب وضواحيها. وبعد أن أعرب المواطنون عن بالغ فخرهم واعتزازهم بما يتحقق من إنجازات تنموية بالتنسيق بين الشعب والحكومة وأفراد قوات الدفاع الإريترية، أكدوا مجددا استعدادهم للوقوف إلى جانب قوات الدفاع الإريترية وتلبية نداء الوطن. وفي الكلمة التي ألقاها ممثل أفراد قوات الدفاع الإريترية في المناسبة، شكر الخطوة التي اتخذها المواطنون المقيمون في هولندا، وقال إن ثمار الجهود الكبيرة التي تبذل في سبيل تنمية البلاد ستؤكد دون شك تحقيق الرفاهية عما قريب. قال أعضاء العمل الصيفي الناشطين في إقليم الجاشبركة إن البرنامج يصقل معارفهم النظرية ويرسخ لديهم حب العمل وتبادل التجارب. كما أمن كل من الطالبة سمهر قدي والطالب جمال محمد برهان على المفاهيم المكتسبة من العمل الصيفي ودوره في الحفاظ على المياه والتربة. من جانبه، أوضح خبير التشجير بمركز بارنتو السيد محار يوهنس إن برنامج العمل الصيفي دعامة كبيرة للجهود التي يقوم بها المواطنون في هذا الجانب. أزاوي يشارك في برنامج العمل الصيفي المنتظم في 18 مركزا بإقليم الجاشبركة نحو 2000 من الطلاب حسب ما أفاد به فرع وزارة التعليم بإقليم الجاشبركة. طلب سكان ضاحية درفو الجهات المعنية لإبداء الاهتمام اللازم والسريع لطريق بلزة درفو الذي شيد قريبا بكلفة بلغ نحو 28 مليون نقفة إثر تعرضه للخراب وتوقف المواصلات وتأخير إيصال منتجاتهم الزراعية إلى الأسواق في الوقت المناسب وتعرض بضائعهم للخسائر. وعرب المواطنون عن بالغ امتعاضهم لتعرض الطريق البالغ طوله 16 كيلومترا الذي اكتملت أعمال تشييده في فبراير من العام الحالي، وشرع في تقديم خدمات ناجزة لهم وتحريك الحياة الزراعية والتجارية للضاحية.
من جانبه قال مدير ضاحية درفو السيد عمر إبراهيم جبيب بأنهم أخطروا إدارة آخرية لتوفير مركبة في الخط بعد أن توقفت المركبة السابقة، وتعهدت الإدارة بتوفير مركبة أخرى في أسرع وقت ممكن، إلا أنه لم تتخذ حيال ذلك أي خطوة تذكر حتى الآن، مؤكدا جاهزية السكان للقيام بما يلزم. من جانبه أكد المهندس إرتروس أبراهام من قسم البنى التحتية بإدارة الإقليم الأوسط استعداد الجهات المعنية لصيانة الطريق بعد موسم الخريف، وذلك إثر تعرضه للخراب جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت. كما تعهد مسؤول المواصلات البرية بالإقليم الأوسط السيد جمال ياسين بتوفير المواصلات في حالة إصلاح الطريق، أي طريق خط بلزة درفو يخدم سكان دعروتاي ونبرة وعرب ربوع وإلى حقوس وأنصفت وعتشومة ومنطلة وكوازين ومادت وعرقولو ورئس عدي ورئس حرماس. أكد مزارعو مديرية عرزة بالإقليم الجنوبي استعدادهم لمضاعفة جهودهم الرامية لمساعدة أسر الشهداء. وأفاد مراسل وكالة الأنباء إن مزارعي المديرية وإنفازا لتعهداتهم السابقة قاموا خلال العام الحالي بحراثة 742 هكتارا من الأراضي التابعة ل 1332 أسرة شهيد، كما قاموا بصيانة منازل 45 أسرة شهيد وشيدوا منازل ل 11 أسرة شهيد في ضواحي حنس أسا ودير هلاس. وأكد السيد تخلي والدقرقيس المقيم في منطقة حصينة جاهزية الجميع لدعم ومساعدة أسر الشهداء إجلالا وإكراما لمن سقطوا فداء في سبيل الوطن وإنسان هذا الوطن. من جانبه قال مدير ضاحية حصينة السيد محرت أب فسها إن سكان الضاحية على أهبة الاستعداد لمواجهة الموسم الزراعي ومساعدة أسر الشهداء، وشكر كل من السيد قبر مدهن مزلو والسيدة هوت قبر أب من الذين قدمت لهم المساعدات، شكروا اهتمام الدولة والشعب بأوضاعهم. إلى ذلك نظمت أمهات بلدة عرزة بالتنسيق مع فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية زيارة لمنازل أبناء الشهداء. سادتي نتوقف مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الأخبار.